شاركنا اليوم في حدث مهم، تعاون بين PMO Global Alliance اللي هي منظمة عالمية لمكاتب إدارة مشاريع حول العالم. اليوم احنا نظمنا هالحدث واستضفناه كبلدية دبي كالفائز على مستوى العالم لأفضل جهة في مجال إدارة مشاريع للعام 2021. اليوم إن شاء الله بيكون في ورش أخرى، بيكون في جلسات حوارية وراح نستفيد منها الكثير، ومعنا ضيوف من PMI UAE Chapter، من شركة Ernst & Young، من شركة نوال للطاقة، ومن شركة مايستر من ألمانيا، وطبعا أنا بكون بعد معاهم في البانل. الهدف من هالحدث أن احنا نستضيف كل PMOs من أنحاء الإمارات وحتى من الخليج، لأن عندنا ناس حتى من السعودية مستضيفينهم اليوم في هالحدث. فالكل يكون موجود، الكل يفكر معنا، الكل يستفيد، الكل يدعم الشخص الآخر في هالمجتمع. هو عبارة عن مجتمع، صح انه هو جلوبال كوميونيتي او مجتمع عالمي، بس احنا بعد عندنا الحين المجتمع المحلي اللي في الامارات اللي اليوم بعد تم اطلاقه، اللي هو PMO UAE Community Hub.